صباح الخير. لا يا جماعه انا صوتي عالي فاستاذنكم ردوا عليا. صباح الخير. قصص الحب كتير، وفي منها اللي كمل وفي منها اللي ما كملش، في منه اللي كانت نهايته حلوه وفي اللي كانت نهايته ماساويه. لكن قصه الحب العجيب ما بتنتهيش. مش عارف هتتفقوا معايا ولا لا، حب يسوع لينا مش موسم، صح؟ مش يومين او اسبوع يبتدي من حد الزعف وينتهي بحد العيد وخلاص، ويلا بقى بعديها الاجتماع اللي بعده ونقلب بقى نشوف هنعمل ايه تاني، يعني لا خالص. والمفاجأة انه يسوع مستنينا نبدله نفس الحب. انا وقفت قدام الجملة دي، اعملها ازاي يا رب؟ اعملها ازاي؟ طب انت حبك ملوش زي، انا ابدلك نفس الحب ازاي؟ انا نفسي النهاردة في اجتماعنا رب يفتح عينينا عليه اكتر، مش بس نسبحه لكن كمان نحاول نبدله نفس الحب. تعال نغمض عينينا لحظات. قبل ما نبتدي نطلب منك يا رب، احنا جايين نشكرك على حبك لينا، قصة الحب اللي ما بتنتهيش. وزي ما انت مالكش بداية ولا نهاية، قصة حبك لينا ملهاش لا بداية ولا نهاية. مستنينك النهاردة تفتح عينينا عليك، مش بس نسبحك لكن كمان يا رب في التسبيحات نبادلك نفس الحب، او نحاول نبادلك نفس الحب ونعلي اصواتنا ونقول لك احنا بنحبك، احنا بنحبك، احنا بنحبك. حبك لينا يا رب مش موسم، حبك لينا مش اسبوع، حبك لينا مش بس عيد لكن دي قصة، قصة ما بتنتهيش. حبك لينا مش موسم يا سيد، ونفسنا النهاردة كمان يا رب تكون بداية يا رب لحبنا ليك، وبرضو مش موسم أو قصة تنتهي لكن نستمر نبدلك نفس الحب. عايزين نتقابل معاك النهاردة، عايزين نتقابل معاك بعينين مفتوحة وقلوب مفتوحة وشفاه بتنطق تسبيحك بكل حب، شفاه بتنطق تسبيحك بكل حب. باسمي ربنا يسوع أتينا كلنا لنعبد، فانسى نفسك
كله وفيه يصبح
اسمك الملك والرب العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب البريء اسمك الملك والرب العزيز
تعالوا نسبح ربنا بكلماتنا الشخصية. أحيا فقط لأكرمك كي تجد مكان راحة لك. أنا هنا لأعبدك أحيا فقط لأكرمك كي تجد مكان راحة لك. بحبك بكل قدر لي بحبك
ترشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح. علي صوتك بالتسبيح وارشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح. هو شفيع الناس والدم الخلاص، هو شفيع الناس والدم الخلاص. قوم رنم واديله المجد، ده فرحه لينا الوقت الجاي بتقديم عطايانا. Oh,
في اللحظات اللي جايه نتفرج على الفيديو اللي جاي، بعد كده نسمع كلمه الرب على لسان القسيس محمد. نشكر ربنا اللي باركنا جدا في احتفالات العيد بلمسات إلهية وبركات غنية. احتفلنا بدخول المسيح الانتصار يوم حد السعف، وتأملنا في خميس العهد في عهده معانا كحمل الله الذي يرفع خطية العالم. أما يوم الجمعة العظيمة اتجمعنا حوالين الصليب وقصة الحب العجيب وإعلان فداء يسوع المسيح، وتلمسنا بالمشاركات والعبادة كجسد واحد عند الصليب. وأخيراً احتفلنا بالقيامة الأحد الصبح، وبنصلي إن الرب يكون لمس قلب كل واحد فينا بمحبته الكاملة العجيبة. كل سنة وانتم مع يسوع في ملء الخير والبركة. كل سنة وانتم طيبين. المسيح قام، المسيح قام. خلينا نقولها بطريقة تانية، خريستوس أنستي. كل سنة وحضراتكم طيبين. مصر كلها النهاردة بتعيد، وكمان عايزين نعيد على أخواتنا المسلمين ونديهم يد ونقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة العظة هتكمل برضو عن القيامة زي ما طلب مني أتكلم النهاردة، ونفسي الصبح كده وأنا بصلي نفسي نحفظ آية، في آية نفسي نحفظها، ويمكن كل مرة أقف أوعظ يعني ربنا يديني نحفظ آية في كل وعظة، فيبقى حلو قوي بنحفظ آية. تسمحوا لي نقف مع بعض، مش هقول لكم الآية اللي هنحفظها إنهي واحدة دلوقتي، لكن هقرأ جزء من رسالة أفسس، وبعدين هقرأ آية، وبعد كده هنسمعها كده مع بعض. رسالة أفسس أصحاح 2 وهقرأ من عدد 1. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا، حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئة الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. أقرأ كمان آية من رسالة بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس أصحاح 2 وعدد 8، آية صغيرة، ودي الآية اللي هنحفظها. يقول أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي. خلينا نقولها مرة تانية مع بعض، أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود حسب إنجيلي. مرة تاني، أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود حسب إنجيلي. أمين. اتفضلوا استريح. ممكن بقى تسمع الآية لجارك اللي جنبك، أذكر، قول اللي جنبك أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات حسب نسل داود حسب إنجيلي. أمين. النهاردة وإحنا بنتكلم عن القيامة عايزك الآية دي تبقى قدامك، أذكر يسوع المسيح المقام من، مش من بين الأموات، مقام من الأموات، هو واحد بين الأموات، دي غلط، ما فيش آية في الكتاب المقدس بتقول المسيح قام من بين الأموات، كل الآيات اللي اتكلمت عن القيامة أن المسيح قام من الأموات، مهمة قوي دي. قدام كل اللي بنكتس فيه الرسالة اللي قالها بولس لتلميذه تيموثاوس، تعرفين بولس كان عنده تلميذين، واحد تيتوس وواحد اسمه تيموثاوس، تيموثاوس كان ظروفه أصعب حبتين ثلاثة من تيموثاوس، وقدام الظروف الصعبة اللي بيقتاس فيها تيموثاوس قال له أذكر يسوع المقام من الأموات. فين تيموثاوس كان مريض، كان قال له كده استعمل قليل مش اشرب، قال له استعمل قليل من الخمر لأجل أسقامك الإيه الكثيرة، عنده أمراض كتير جدا، وقدام الأمراض دي
قال له اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. تيموثاوس كان عايش في وقت صعب جدا لدرجة أن بولس بيقول له اعلم أنه في الأزمنة الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس هيكونوا محبين لأنفسهم، متصلفين، محبين للمال، متكبرين. ناس صعبة جدا، ظروف خارجية هتقابلها صعبة جدا، بس قدام الظروف دي أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. حتى في ظروف الخدمة هتتبهدل والناس هتنكرك والناس هتتكلم عليك. فين بولس بيقول لتلميذه تيموثاوس، بيقول له يا تيموثاوس انا جميع الذين في آسيا ارتدوا عني. كلمه صعبه قوي. بولس يخدم شعب، يخدم منطقه كبيره جدا، خدمهم بكل قلبه، بس يقول الجميع ارتدوا عني. ولو الجميع بيرتد عنك اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات. ايا كانت ظروفك داخليه جواك، أمراض جسدية، أمراض نفسية، أتعاب، أذكر يسوع المقام وهنشوف إزاي. أيا كانت الظروف اللي حواليك الخارجية في المجتمع والضغوط والاحتياجات والأزمات، أذكر يسوع المقام، يسوع المسيح المقام من الأموات. لو في تحديات مع ناس أنقروك وغسلوا أيديهم منك ودوا وشهم الناحية التانية وخدمتهم بكل قلبك، أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. الكنيسة الأيام دي بتحتفل بعيد القيامة. انتوا عارفين بعد قيامة المسيح قعد المسيح 40 يوم يظهر للتلاميذ، وتقرأ في كرونس الأولى أصحاح 15 أكتر أصحاح اتكلم عن ظهورات المسيح، اتكلم عن 6 ظهورات مختلفة في كرونس الأولى 15، والأناجيل الأربعة اتكلمت عن 6 ظهورات برضو. تقريبا سجل في الكتاب المقدس 12 ظهور للمسيح بعد القيامة. وطبعا المسيح ظهر اكتر من كده بكتير، بس الوحي ذكر لنا الظهورات لانه قعد 40 يوم بيظهر نفسه لهم ببراهين كثيره. فالقيامه حقيقه مؤكده، مش بدعه اخترعها المسيحيين، مش حاجه التلاميذ الاوائل الفوها. ليه؟ لان ظهورات المسيح بتثبت قيامه المسيح. ظهر لرجل، ظهر لامراه، ظهر على بحر طبرية، ظهر عند القبر، ظهر لهم في العلية، ظهر لمجموعة صغيرة من التلاميذ، ظهر لأكثر 500 من الإخوة، أغلبهم باق إلى الآن أيام ما كتبت الرسالة بتاعت كورنثوس، أيام لما بولس كان بيكتب الرسالة. فمستحيل لما تحط نظرية الاحتمالات، مستحيل يكون إن المسيح قام دي ما حصلتش. مستحيل. ظهر لامرأة، ظهر لرجل، ظهر لمجموعة صغيرة، ظهر لمجموعة كبيرة، مش محدود بالجسد. ظهر لتلميذي عمواس في البرية، وبعد كده هم رجعوا أورشليم قالوا له الحقوا ده المسيح ظهر لصفا في أورشليم. فحقيقة ظهور المسيح حقيقة مؤكدة تاريخيا، وأكتر حقيقة بيكرهها إبليس هي القيامة. إبليس ما بيكرهش ميلاد المسيح. أكتر حاجة بيكرهها إبليس وبيقاومها إلى يومنا هذا هي أن هذا المسيح قام من الأموات. بس الحقيقة اللي بتؤكدها كل الشواهد مش بس كتابنا، بيقول ان المسيح قام من الأموات. الشيطان هيفضل يقاوم حقيقة القيامة، لان حقيقة القيامة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي السر. هي السر. تعرفين كرازة الكنيسة الاولى كانت مرتبطة بالقيامة. اكتر حاجة الكنيسة كانت بتكرز بيها القيامة، عكسنا قوي. الكنيسة ما كانش عندها موضوع تاني غير القيامة تكرز بيه. فين يهوذا لما خان المسيح وبطرس ابتدى يقول احنا عايزين ننتخب حد تاني، لما انتخبوا متياس بديل ليهوذا، قال عبارة مهمة جدا في أعمال الرسل صح 1 وعدد 22، بيقول كده عايزين ننتخب واحد يصير واحدا منهم شاهدا معنا بقيامته. يعني هم بيختاروا حد، بيختاروا واحد يكون كارز وشاهد بقيامة المسيح. لأن بطرس كان فاهم دور الكنيسة كويس قوي، أن دور الكنيسة أنها تكرز بقيامة المسيح مش بميلاد المسيح، بقيامة المسيح. موضوع كرازة الكنيسة ليس الميلاد، ولكن موضوع كرازة الكنيسة هي قيامة يسوع من الأموات. بولس لما تقرأ رسائله كلها وتدرسها، تعرف أن بولس حياته كلها بتتلخص، كرازته كلها بتتلخص فأن المسيح قد قام من الأموات. فاكرين لما قبض على بولس في قيصرية وكانوا هيبعتوه لروما عشان يرفع شكوى إلى قيصر، وفي الوقت ده جه الملك أغريباس، ف
ففستس الوالي قال طب ما نعرض القضيه بتاعه بولس، مشكله بولس دي، على الملك أغريباس. وبدل ما احكي له القصه طويله عريضه، قال له عندنا راجل عنده مشكله غريبه جدا. ايه المشكله؟ ايه القضيه بتاعته؟ بيقول انه في واحد اسمه يسوع مات وكل الناس شافت انه مات، بس الراجل ده بيقول انه حي. لخص فستس كرازه بولس ان المسيح مات وقام، انه حي. موضوع الكرازه في الكنيسه الاولى، موضوع الكنيسه الاولى كانت تدور حول القيامه. كان في تحيتين مشهورين جدا جدا في الكنيسه الاولى للي دارس تاريخ الكنيسه. التحيه الاولى اللي كانوا بيقولوها بعد القيامه وبعد ظهورات المسيح مباشره، لما يقابلوا بعض يقولوا الرب قام، يقولوا حقا قام. دي واحده من التحيات المشهوره جدا في الكنيسه لما بيقابلوا بعض، الرب قام حقا قام. والثانيه مران آسى، الرب قريب. احنا بقى بنكرز باي حاجه دلوقتي. موضوع كرازه الكنيسه الاولى كانت القيامه، وانا هتكلم معاكم النهارده عن ان نذكر يسوع المسيح المقام من الاموات في ثلاث دوائر في حياتنا، في دائره الماضي، دائره الحاضر، ودائره المستقبل. وتخرج النهارده فرحان بقيامه المسيح. في الماضي، رسالة روميا صح 4 وعدد 25 الآية اللي كلنا حافظينها، يقول الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. المسيح أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. احنا عادة بالنسبة لنا قصة الحب، قصة الفداء، قصة الخلاص هو إن المسيح مات يوم الجمعة. بس هي الكتاب بيعلم حاجة تانية. المسيح قدم نفسه يوم الجمعة من أجل خطايانا. لكن إمتى إحنا تمتعنا بده؟ لما قام من الأموات. حصل التبرير إمتى؟ لما قام من الأموات. خليني أشرح لك الفكرة دي. من أجمل الأفكار اللي سمعتها بتشرح الفكرة دي قصة كده خيالية، يعني مش قصة، يعني هي في الواقع، بس الشخص اللي حكاها بطريقة جميلة أو مبسطة. بيقول إنك لو أنت عليك ديون كتير جدا وكاتب شيكات على نفسك لشخص ما، والشخص ده كل شوية يخبط عليك أو يكلمك في التليفون أو يبعت لك إيميل يقول لك أنا عايز الفلوس بتاعتي وإلا هسجنك بالشيكات دي. كل شوية يقعد يقول لك الكلام ده، وبعدين أنت ما عندكش فلوس تدفع ومش قادر تدفع. فالراجل قال لك بكرة الصبح الساعة 9 الصبح لو الفلوس ما جاتش عندي أنا هروح النيابة أقدم الشيكات وأنت هتتسجن. وبيجولك تليفون بالليل الساعة 12، واحد أنت ما تعرفوش ولا قابلته ولا خدمته ولا كلمته ولا اي حاجه، يقول لك ما تقلقش انا بكره الصبح هروح للراجل ده وهخلص موضوع الشيكات وهدفع له الفلوس اللي عليه. كتر الف خيره، صح؟ حاجه جميله، لا يعرفك ولا تعرفه ولا عملت له حاجه ولا خدمته في حاجه، بيقول لك انا هروح احط نفسي في الموقف ده عشان اخلصك. بس هقول لك لما خلص الموضوع مع الراجل والشيكات بتاعتك تبقى في جيبي وادفع له الفلوس، هرن عليك رنه بالتليفون. اول ما رن عليك تعمل ايه؟ تطمن ان الشيكات معايا وان الموضوع انتهى. اهو ده بالظبط اللي حصل في الصليب. هو قرر يروح يحط نفسه مكاني، يشكر صح انه يروح للصليب. بس هل الراجل اللي راح ده وما رنش عليا أنا كده اتأكدت وعندي ضمان وعندي طمأنينة إن الديون بتاعتي اتدفعت ومش هتحبس؟ ما رنش عليا. أنا مش متأكد. يمكن راح لقى الفلوس كتيرة جدا أكتر من قدراته وأكتر من إمكانياته فما قدرش يعمل حاجة وما رنش عليا. في الصليب كده. المسيح راح للصليب. قدم نفسه، راح المشوار ده. بس إيه اللي بيأكد لي إن المشوار ده جاب نتيجة؟ ايه اللي بياكد لي ان الشيكات دي في جيبه وقطعها؟ ايه اللي بياكد لي ان خطاياي قد غفرت؟ ايه اللي بياكد لي ان انا بار؟ انه قام من الاموات. ده التاكيد. ده التبرير. مش انه مات على الصليب. ما هو لو مات على الصليب وما قامش رحت 60 داهيه. ليه؟ لان في خطيه ما اتغفرتش. ايه اللي بيدي قوه للموت؟ الخطيه. اللي بيدي قوة للموت هو الخطية. فلو في خطية موجودة لسه ما اتغفرتش المسيح مش هيقوم من الأموات. هقولها تاني. لو في خطية
لم يغفرها المسيح ليا وليك ما كانش قام من الأموات، لأن قوة الموت في الخطية، قوة الموت في الخطية. افرضوا المسيح أسلم نفسه لأجلك بس ما قامش من الأموات. إن لم يكن المسيح قد قام من الأموات فكرازتنا إيه؟ مات هبا يا عيني، ما جابش النتيجة المرجوة. المسيح ما عملش خطية، خلي بالك المسيح ما ماتش لأنه عمل خطية، لا. بيقول ما كانش فيه أي نوع من الفساد خالص، لكنه حمل الخطية ودع عليها إثم كله، مش كده المسيح مات. معنى أنه قام أن الخطية غفرت، ولو بقت خطية واحدة لم تغفر معناه أن المسيح ما كانش قام من الأموات. اللي بيبررني وبيديني يقين أن خطاياي قد غفرت القيامة. لما يجي إبليس يشتكي عليك، لما يجي إبليس يزلك بالخطايا بتاعت الماضي والحاضر، أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. لما قام معناه أنه برر. يعني إيه بيغفر الخطية؟ تأثير الغفران في الماضي أو التبرير، مش معناه الخطايا اللي عملتها قبل ما قبلت المسيح، لا. كل الخطايا، أي خطية بعملها ماضي، يعني لو أنا عملت خطية من 5 دقائق بقت ماضي، لو عملت خطية من دقيقة، لو عملت خطية وأنا ببص عليك وبفكر فيك تفكير مش كويس، دي خطية بس ماضي، المسيح غفرها. عشان كده مهم أنا وإنت كل يوم نراجع نفسينا كده، وندي فرصة للروح القدس بالليل ينور علينا، ونحط نفسينا تحت دم المسيح، عشان تاني يوم الصبح يبقى عندي حق الدخول بثقة. أنا إيه اللي بيديني ثقة أدخل إلى عرش النعمة، إلى الأقداس؟ إيه؟ لأني كويس، لأني بعمل أعمال كويسة، لأني بتبرع للغلابة، لأني بوعظ، لأني بخدم، لا 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 خالص. اللي بيديني الثقة دي النبار في عيني الرب بسبب قيامة المسيح. عارفين أقصى 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 حاجة لكل الناس في كل الأديان إيه؟ أقصى حاجة عندهم إن الخطية بتاعتهم تتغفر، إن ينالوا الغفران، دي أقصى حاجة ممكن يتمنوها. بس أنا وإنت التبرير أكبر بكتير من الغفران. أنا صرت بريء بار، معليش ولا خطية. الله الآب ينظر لي في بر المسيح، بر الله فيه، دي حاجة تانية خالص. كل الأديان وكل العبادات عايزين ينالوا الغفران من ربنا. أنت مش نلت غفران، أنت نلت كمان تبرير، أنت بار. عشان كده لما الرب قام معناه أن أنا بقيت بار وضامن أن أنا رايح السماء. التبرير أكتر من مجرد الغفران. معنى من الرب قام يعني الله لم يعد يرى الخطية. أنا بقيت بار في عيني الرب، كل الخطايا غفرت في شخص المسيح، وأصبح لنا ثقة بالدخول إلى عرش النعمة. بالنسبة للماضي، لما يجي إبليس يزلك بالماضي، أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. قل له المسيح قام، أنت مش مسكني من حاجة، أنا غفرت لي كل الخطايا، أنا بار في عيني الله الآب بسبب قيامة المسيح. الحاضر، جزء اللي قريته معاكم من رسالة أفسس، جزء برضو جميل جدا بيتكلم عنه المسيح أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات لغرض. المسيح لما أقمنا معه أقمنا لغرض، لما أجلسنا معه أجلسنا معه لغرض. عشان كده بيقول ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. الرب احنا دايما عندنا يعني معظمنا يفكر ان الفداء تم يوم الجمعة، ان يوم الجمعة لما المسيح مات على الصليب ان الفداء تم. يا جماعة الفداء تم في 3 أيام مش في يوم الجمعة، تم في 3 أيام. وخليني اشرح لكم الفكرة دي. الرب يسوع كان نائب عني
في كل يوم من الأيام. في يوم الجمعة كان نائب عني في حالة معينة، يوم السبت كان نائب عني في حالة معينة، يوم الحد نائب عني في حالة معينة. لو الفداء تم يوم الجمعة بعد ما قال قد أكمل وأسلم الروح، إيه لازم ينزل في القبر ويقعد يوم السبت ويقوم يوم الحد؟ إيه لازمتها؟ ما الموضوع انتهى، ما الموضوع انتهى بعد ما ينكس الرأس يرفع الرأس وخلصت القصة على كده. لكن في الثلاث أيام دول بيقولولنا إن عملية الفداء رب المسيح خد مكان كل واحد فينا في الثلاث أيام دي في حالة غير التانية. يوم الجمعة الرب كان نائب عننا في حالة الخطية، لما علق على خشبة الصليب كان النائب بتاعي كان بدالي هناك. حالة الغضب، حالة العصيان، حالة البعد عن الله، غضب الله اللي جاي على الإنسان، الظلمة اللي جات على الأرض، ما هي دي الظلمة اللي كانت في حياتي بسبب الخطية وبسبب الفساد وبسبب الشر وبسبب البعد عن الله. يوم الجمعة المسيح كان واخد مكاني، عشان كده صار خطية لأجلنا. الذي لم يفعل خطية، اللي ما كانش في فمه غش، صار خطية لأجلي وأجلك. كان نائب عني حالة الموت، الخطية وضعت عليه وبالتالي شال نتيجة الخطية اللي هي الموت، ونكس الرأس وأسلم، أسلم الروح ونكس الرأس. يوم السبت كان نائب عني في حالة تانية. يوم الجمعة العدالة الإلهية خدت حقها وغفرت الخطية، بس يوم السبت بتعبر عن حالة معظم المؤمنين. يسوع في القبر مربوط بالأكفان، حجر على القبر وحراس خارج القبر، ودي حالة المؤمن اللي نال الحياة الأبدية وسلم حياته للمسيح، لكن لسه مربوط بالأكفان، لسه في حجر على القبر، لسه في حراس إبليس حطتهم على القبر. حالة المؤمن المربوط، حالة المسيح في الجسد بس ما فيش قوة حياة زي مؤمنين كتير قبلوا المسيح، ولو ماتوا دلوقتي هيروحوا السماء، بس اكتفوا بالحالة دي، اكتفوا ان اسمائهم كتبت في سفر الحياة، لكن حياتهم ما فيهاش حاجة، حياتهم واقفة. كفاية كده، ارتضوا بالأكفان، اتعودوا على الأكفان، اتعودوا على الحجر، اتعودوا ان في حراس. وده اللي بيعمله إبليس، إن القديم اللي في حياتك من أفكار، من مشاعر، من ذكريات مؤلمة، من تحديات، من حاجات كتيرة قوي، بيفضل ربطك بيها الأكفان دي، تفضل مربوط. مؤمن يوم السبت، الكنائس مليانة بمؤمنين بتوع يوم السبت، نالوا الخلاص بس ما عندهمش قوة الحياة، مربوطين بأفكار، مربوطين بعادات، مربوطين بخطايا اللي اتغفرت، ما عندهمش قوة حياة. لكن يوم الحد ايه اللي حصل بقى؟ يوم الحد جه على الجسد ده بتاع المسيح حاجة اسمها، جت عليه قوة اسمها قوة القيامة، جت عليها حاجة اسمها ايه؟ قوة القيامة. وقوة القيامة دي خلي بالكم، المسيح لما جت قوة القيامة الى الجسد ما تقطعتش الأكفان، ما فيش حاجة حصلت على فكرة، الأكفان زي ما هي، الحجر زي ما هو، الحراس زي ما هم، المسيح قام زي كل، يعني زي ما الحاجة كانت موجودة طلع قوة، قوة الحياة جابت المسيح وخرجته وعلته، طلع فوق الجسد، طلع فوق، الحياة رفعته فوق الأكفان، خلته يخرج من القبر وخلت الحراس، كل حاجة، الحراس موجودة والأكفان موجودة والحجر موجود، لكن المسيح إيه؟ قام. إحنا مرات وإحنا بنصلي، صلي لي علشان أنا مقيد، صلي لي علشان أنا مش عارف إيه، إن القيود تنفك، لا مش دي الصلاة. الصلاة إن قوة القيامة تأتي إلى حياتك، فتعمل إيه؟ الأكفان موجودة بس أنت فوق الأكفان، الحجر موجود بس أنت فوق الحجر. إبليس بيحط حراس مش عاجبه، عنده سلاطين وعنده رؤساء وعنده حاجات، عايزك تبقى في حالة ايه؟ يوم السبت، عايزك تفضل يوم السبت، مش عايز قوة الحياة تأتي الى حياتك، حاطط حراس عليك طول الوقت، لكن لما قوة القيامة تأتي الى حياتك
هتقوم وتدوس على القيود، هتدوس على الأكفان، عشان قوة الحياة، قوة القيامة دخلت لحياتك. عشان كده بيقول أقمنا معه وأجلسنا معه فوق كل رياسة وقوة وسلطان. عشان كده أنا عندي قوة على إبليس بسبب قوة القيامة. لأن في عارفين إحنا مشكلتنا إيه؟ بنحب قوي يوم الجمعة. يوم الجمعة ده إحنا بنشوف نفسنا فيه ومصدقين، لكن عمرنا ما بنصدق إن إحنا بتوع يوم الحد. يوم الحد والقيامة دي بتاعة المسيح الممجد، جسد الممجد، دي مش بتاعتنا. حبيبي حبيبتي، المسيح مات عشانك وقام عشانك. المسيح مات عشانك وقام عشانك، عشان تقدر تدوس على كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، وتعيش في الارتفاع وتعيش في الانتصار، وتقدر تنتهر عدو الخير. بيقول كده وإله السلام سيسحق الشيطان تحت ايه؟ أرجلكم سريعا. ليه؟ لأن أنا فوق، أنا فوق. أنا ما أعرفش أنت شايف نفسك فين؟ شايف نفسك عند يوم الجمعة عند الصليب، ولا شايف نفسك يوم الحد فوق؟ هي دي مشكلتنا. الحاضر مليان تحديات وأزمات، وإبليس هيفضل يحاربك. أنت دايما في معركة، أنت دايما في معركة. أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات، أذكر أن ليك نصرة في القيامة، أذكر أن عندك قوة القيامة في حياتك، فتقدر تنتهر إبليس بسلطان. يوم الحد المسيح قام عشاني وعشانك، عشان يرفعنا. حبائي، العالم الروحي عالم حقيقي، العالم الروحي عالم حقيقي، وإبليس هدفه إنك ما تعيش يوم الحد. أصلك لو عشت يوم الحد هو راح في كزوزة زي ما بيقولوا. لو شفت نفسك فوق هتعرف تدوس عليه. احنا مشغولين مشغولين. افتح معاكو كلوسي، اقرا لكم شاهدين بولس، هو بيشرح الفكره دي، بيشرح فكره الجمعه والحد والسبت. في كلوسي 2 وعدد 20 بيقول اذا ان كنتم قد متتم مع المسيح عن اركان العالم، فلماذا كانكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تزق ولا تجس، التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. بيقول لهم إذا أنتوا متتم مع المسيح يوم الجمعة، ليه لسه عايشين في العالم؟ ليه لسه مشغولين باللي بيحصل في العالم بأركان العالم؟ أنتوا متتوا، ده يوم الجمعة. يوم الحد أصح 3:1 بلوم فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. إذا أنت مت يوم الجمعة اطلع من العالم. احنا بقى مشغولين قوي بالعالم واللي بيجرى في العالم، والدولار مش عارف ايه، والغلا شكله ايه، والايام الجايه شكلها ايه. احنا مش دي حياتنا. قدام كل التحديات دي اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات. ولو انت قمت مع المسيح يوم الحد اطلب اللي فوق، اطلب اللي فوق، ما تطلبش اللي على الارض. مش كده في أفسس وهو بيقول لهم الكلمات دي بيقول لهم إن المسيح أقامكم فوق لغرض، لغرض رهيب. التلاميذ شهدوا عن قيامة المسيح لأن هم شافوه لمسوه أكلوا معاه وظهر لهم 40 يوم، فشهدوا عن قيامة المسيح. لكن إحنا نشهد بإيه؟ إحنا لا شفناه ولا لمسناه ولا أكلنا معاه، ما حصلش لهم. لا بصوا، أنتوا هتشهدوا عن قيامة المسيح بحياتكم، حياة القيامة اللي فيكم هي اللي هتشهد. العالم عايش تحت قبر أو في قبر الخوف من بكرة،
العالم محطوط حجر على قلبه بسبب الظروف والضغوط والأمراض والاحتياجات والأزمات المادية، لكن انتوا مش كده، انتوا طلعتوا من القبر، انتوا قمتوا مع المسيح. مش كده؟ بص بيقول لهم ايه؟ ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع. عدد 10، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. في أعمال الله أعدها عشان أنا وإنت نسلك فيها، أقمنا معه وأجلسنا معه عشان نعيش حياة الله على الأرض، عشان حياتنا تبقى شاهدة عن قوة الحياة، عن قوة القيامة، عن قيامة المسيح، عن مكانتنا في المسيح، عن إقامتنا في المسيح، ليظهر غنى نعمته. ده الحد. مش كده الكرازة في الكنيسة الأولى كانت بالقيامة، يقول كنا أموات بالذنوب والخطايا، أقمنا معه وأجلسنا معه عشان نرنم ونسقف وخلاص. ما ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق. مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. صلاتنا محتاجة تتغير. احنا دايما صلاتنا غير الظروف، غير الأحداث. لا، في وسط القبر، في وسط الكفن، في وجود الحراس، تقوم. مش دي تبقى صلاتك؟ تبقى صلاتك ان قوة الحياة تخرج منك، تعيش في نصرة على الشر اللي موجود في العالم. أقمنا معه ليظهر بنا غنى نعمته الفائق. المؤمن اللي بيعيش القيامة بيعيش وشه مش موطي في الأرض، بيعيش مش خايف لا من الموت ولا من الاحتياج ولا من أي حاجة، لأنه عارف هو مقيم فين. القيامة لم تنتهي لأنها بررتنا في الماضي وغفرت لنا الخطايا، ولا علشان بس نعيش الشهادة وطمننا من جهة الحاضر، لكن كمان تؤمن لنا المستقبل. خليني أقرأ معاكم شاهد من كورنثوس الأولى أصحاح 15. من عدد 16 أو هقرأ من 14، بيقولوا إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود ظهور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه. إن كان الموت لا يقومون، لأنه إن كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. الفكرة اللي كنا بنقولها من شوية، المسيح ما قامش تبقى الخطية ما اتغفرتش. إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. رهيبة قيامة المسيح، بتديك رجاء للمستقبل. وعشان نفهم اللي بيقوله بولس هنا لازم نفهم يعني ايه باكورة الراقدين. زمان في العهد القديم كان في عيد اسمه عيد الباكورة. ايه عيد الباكورة ده؟ عيد الباكورة ده عارف لما تزرع الغيط بتاعك ويطلع حاجات كتير قوي قبل موسم الحصاد بشهرين بشهر ونص، في كام عود كده بيبقى شدد حلو وبيطلع ثمر بدري قبل موسم الحصاد. فكان التعليمات اللي عندهم في العهد القديم انه الباكورة دول اللي بيطلعوا في الاول دول قبل موسم الحصاد بشهر شهرين، تاخدوهم كلهم وتعملوهم حزمة وتروحوا الهيكل تقدموا شكركم لله على الحصاد اللي جاي. وبعدها بشهرين بيحصل الحصاد، فالعيدان كلها بتبقى شبه بعض. الحزمة الاولى اللي اتقدمت دي الباكورة، كل الحصاد اللي بعدها العيدان بتبقى شبهها بالظبط. فبيقول ايه؟ ان اللي حصل مع المسيح، قيامة المسيح من الاموات دي، بيقول صار بقورة الراقدين. يعني ايه بالنسبة لنا؟ اقول لك يعني ايه. يعني انا وانت المسيح انار لنا الحياة والخلود. ايه اللي هيحصل في قيامة الاجساد؟
كما قام هو بكورة للراقدين سأقوم أنا وأنت وأنت زي المسيح بالضبط في نفس الجسد الممجد. دي مش حاجة خاصة بالمسيح فقط. المسيح قام بجسد ممجد لا يحد الزمن ولا يحد المكان ولا يحد أي شيء. يدخلوا الأبواب مغلقة، يجي لهم ماشي على المية، مفيش حاجة تحد هذا الجسد، جسد ممجد. مرات احنا بنفتكر ان هذا الجسد هو جسد خاص بالمسيح. بولس هنا بيقول لنا ايه؟ ان قيامة المسيح هي بقورة للراقدين. يعني نفس الجسد اللي قام به المسيح، هذا الجسد الممجد، انا وانت هنقوم بهذا الجسد اللي لا بيمرض ولا بيتعب ولا بيتأثر. دي عايزة هللويا، صدقوني حاجة تطمن. الموت مجهول للناس، الناس مش عارفة ايه اللي هيحصل. احنا بقى عارفين. الناس عايشة في عذاب وخوف من الموت لان الموت مجهول بالنسبة لهم. لكن القيامة عملت ايه؟ خلت الموت مش مجهول بالنسبة لي. عارف انا لما هموت ايه اللي هيحصل، روحي هتروح فين وجسدي هيروح فين. ولما يجي المسيح والروح تأخذ الى الجسد، هذا الجسد هيقوم زي جسد الايه؟ المسيح. يقول كده كاتب الرسالة يوحنا في الرسالة الأولى بتاعته، يقول كده: لأننا سنراه سنكون مثله. حلو قوي الحته، سنكون إيه؟ مثله، ونراه كما هو. الموت ما بقاش مجهول. إحنا بنخاف من الموت لأن ما بنعرفش إيه. إحنا بنعرف حياة بعض وإحنا عايشين على الأرض، لكن اللي ماتوا ما رجعوش قالوا لنا إيه اللي حصل. المسيح مات وقام عشان يقول لك ده اللي هيحصل، عشانك هتقوم بالجسد ده اللي ما فيهوش ألم ولا وجع ولا دموع. فالخوف من الموت أزاله المسيح. حب قوي بولس وهو بيقول كده: ليه اشتهاء؟ هو أنت طبيعي؟ هو أنت عارف أنت بتقول إيه؟ قيامة المسيح ورتني، قيامة المسيح طمنتني، قيامة المسيح قالت لي ما تخافش من الموت، المسيح أنار الحياة والخلود. ايه القيامة؟ في الماضي بررني، في الحاضر أقمني عشان أدوس على الرياسات والسلاطين وأعيش دعوة الله لحياتي، لأن قوة القيامة تسري في حياتي. وفي المستقبل طمني، خافش يا سامح، جسد ده اللي تعبك واللي وجعك خلاص، مفيش آية ظهري وآية ركدي وآية عينيا وآية، مفيش، جسد ممجد، جسد المسيح. مفيش خوف. ناس عندها عارفين بتسمع كده زمان، يعني كانوا بتسمع حاجات كده يقول لك اصلك لما تموت، اول ما تموت حد هيجي لك ويقول لك اسمك ايه ومش عارف، صح؟ حاجات ترعب. ما عندناش. المسيح انار الحياه والخلود، ما بقاش خايفين من عذاب ولا رعب. القيامة خلت الموت بالنسبة ليك وليا ولولاد ربنا شيء مش مرعب. لما يجي إبليس يعايرك بالماضي، اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. لما يجي إبليس يقولك أنت مش هتقدر تخلص من القيد ده، مش هتقدر تدوس على الشهوة دي، أنت مش هتقدر تتحرر من الخطية دي، اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. لما يجي إبليس يرعبك من الموت ولأنك عندك مرض شديد الخطورة أو قل أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. اسمحوا لي نقف ونقول الآية دي كلنا مرة تاني مع بعض وناخد وقت نصلي. هنقول الآية دي مع بعض ونحفظها، تيموثاوس الثانية أصحاح 2 وعدد 8. تيموثاوس الثانية 2:8: أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي. مرة تاني: أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي. عارفين ليه قال من نسل داود؟ ده النسل الملوكي. يسوع اللي قام ده ملك الملوك ورب الأرباب. مش كده قال من نسل داود؟ ده الملك، ده الملك اللي كان محتقر ومرزول
ده ملك الملوك ورب الأرباب اللي قام من الموت ناقضا أوجاع الموت، لم يكن ممسكا من الموت، ده يسوع حسب إنجيلي. عارفين إيه إنجيلي دي؟ إحنا دايما نقول إنجيلي الإنجيل، بس هنا بولس بيقول دي رسالتي، الخبر الصارم بتاعي اللي عندي أن المسيح قام من الأموات. هللويا. وسطينا أو أمام الشاشات بيتفرجوا علينا ناس لسه ضميرها مش مستريح، ناس لسه ضميرها ما تغسلش بدم المسيح، ناس مش متأكدة إن خطاياها قد غفرت وأن المسيح قام لأجل تبريرها. عندك فرصة النهاردة، وعندك فرصة تروح للمسيح تقول أنا مصدق أنك كنت لأجل تبريري، دليل الغفران ودليل البراءة هو قيامتك، وأنا مصدق يا رب. تقدري في البيت تصلي، وتقدر في البيت تصلي، ويمكن في مؤمنين موجودين في الكنيسة وقاعدين برضو في البيوت بيتفرجوا، بس في القبر خد الخلاص، بس مقيد مربوط بأكفان، على قلبه حجر جامد، قوة الحياة مش فيه، يأسان وفاشل، حس انه مش قادر يقاوم ابليس. عايز اقول لك خبر جميل قوي، قوه قيامه المسيح النهارده تقدر تستقبلها لتحررك من اكفانك وتقيمك. يمكن في مؤمنين موجودين مش قادرين يشوفوا نفسهم يوم الحد فوق، النهارده المسيح عايز يفتح عينك على قيامته. غمض عينك معايا في اللحظات دي، لو انت من المجموعة الاولى صلي، قوله اشكرك لانك خدت مكاني، اسلمت نفسك لاجلي، لاجل خطاياي، وانا خاطي ومذنب يا رب جاي لك النهاردة، لكن انا كمان مصدق في دليل البراءة والغفران
قيامتك من الأموات. اغسلني بدمك يا رب، طهرني من كل خطية. جايب اتحد بيك النهاردة في الصليب، جايب اتحد بيك في القيامة. عايز اقول لك ان قيامة المسيح مش عيد بنعيده، قيامة المسيح حياة، قيامة المسيح حياة تعيشها تختبرها. مصدق انك فوق معاه، اقمنا معه. ما تعيش في الارض ان كنتم قد قمتم مع المسيح. لو مصدق انك قمت مع المسيح، عيش النهاردة من فوق، عيش من فوق واطلب اللي فوق. ما تطلبش لنفسك، تطلبش للناس عايزاه، اطلب اللي فوق. في اعمال صالحه قد سبق الله فاعدها. مسيح اقمنا معه ليظهر في الدهر الاتي غنى نعمته بيك وبيا وبكنيسته، فوق الرياسات، فوق السلاطين، فوق الاسماء. عمانوئيل اللي خدك معاه هناك واجلسك معاه هناك، فوق الرياسات، فوق السلاطين، فوق الأسماء.
نفسي بصوت واحد كلنا كده هنعمل الإعلان ده. شايفين في أربع كلمات موجودة على الحيطة؟ هنبدأ من هنا كلنا هنقول بصوت واحد: ليس هو ها هنا. يلا مع بعض: ليس هو ها هنا. حي للأبد، حي للأبد، حقا قام، غلب الموت، غلب الموت. اوعى تخافي من الموت، اوعى. قيامة المسيح بتقول لك ما تخافش، أنا نورت لك الموضوع كله، قلت لك من الآخر إيه اللي هيحصل معاك، جبت لك من الآخر، قلت لك جسدك ده حتى يبقى شكله إيه، إيه اللي هيحصل، أنا قلت لك، أنا قلت لك. كم واحد مشتاق لهناك؟ بجد يعني لو جه النهاردة اسمه إيه ده مستعدين بشوق وحنين وصبر سنين. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان للسماء خاصين والمنتظرين نشوفك بالعيان. بذوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان للسماء خاصين والمنتظرين نشوفك بالعيان. I'm
خلونا نختم بالترنيمة دي. قولوا قام من الموت، والموت ملوش، لا قولوها، الموت ملوش ايه؟ عشان المسيح قام من الأموات. هللويا هللويا. مفيش احلى من ان الكنيسه تحتفل بقيامه يسوع. حس كلنا حابين ان احنا دايما نكون عايشين الحاله دي، عايشين الوقت المفرح ده، عايشين النصره دي. ما احنا مدعوين للنصره دي، ما احنا الكنيسه مدعوه، احنا مدعوين لحياه الفرح ده، احنا مدعوين إن احنا نعيش النصرة في المسيح يسوع. صلاتي النهاردة معاكو، القوة التي أقامت يسوع من الموت تقيم كل حد فينا النهاردة، كل حد فينا في هذا المكان، كل حد فينا بيتفرج، مهما كان ضعفك، مهما كان الحتة اللي انت فيها، لكن القوة التي أقامت يسوع من الموت هي اللي موجودة جواك وجواك النهاردة، تقيمك من كل ضعف. صلاتي كانت النهاردة الصبح إن الله يكون حاضر في وسطينا، الله بسبب حضوره المجيد في الكنيسة النهاردة. مفيش حد يخرج زي ما دخل، لكن كل حد النهاردة هيتلمس لمسة خاصة من يسوع. كل حد النهاردة موجود في هذا المكان أو بيتفرج علينا النهاردة مش هيمشي أبدا زي ما جه، لكن هناك قوة جديدة، قوة جديدة هتجيلك. مين موافق على كده يرفع ايده معايا. خلينا الوقت ده نصلي مع بعض صلوات نصرة، خلينا الوقت ده نعلن اعلانات ايمان ان احنا عايشين نصرة يسوع،
يسوع قام من الأموات علشان يديني أنا حياة ويدي لك أنت حياة، يدينا نصرة، انتصر على الموت. وصلاتي إن ننتصر على كل موت في حياتنا، مفيش ذل، مفيش انكسار. أخذ كل الصك اللي كان علينا، الصك اللي كان علينا أخده ومسمره على الصليب، أخده مسمره. مفيش ذل، مفيش مهانة، مفيش معايرة. إذا كان العدو بيوشوشنا في أي وقت ويقول لنا على أي حاجة، هو عارف إن أنا أو أنت أو أنتي مكسورين منها. لكن افتكر كده، هو أخذ الصك اللي علينا وسمره في الصليب، ما بقالوش شكوى علينا. خلينا نفكر كده، المسيح اداني نصرة، المسيح اداني غلبة، عايزين أعيش بيها، عايز أعيش بيها، عايز أعيش حياة النصرة دي، عايزة تكون كنيسة منتصرة. الكنيسة دي ما تبقاش كنيسة منحنية، أنت ما تبقاش منحني، أنت ما تبقاش مثقل، أنت ما تبقاش مكسور، لكن كنيسة غلبة. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، دي المكانة بتاعتنا، ودي المكانة اللي أنا نفسي أدعوكوا ليها دلوقتي. نقف آخر دقيقة. من المكانة دي أخذنا وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، من المكانة العالية دي، من مكاننا وإحنا موجودين معاه. خلينا نرفع صلواتنا بكل قوة، لأن دي صلوات مستجابة. اعلن كده، هو اعلن بإيمان إن الأسامي دي وثقت جدا في إن إحنا نكون بنصلي من أجلها. الطلبات اللي فيها طلبات غالية على قلب يسوع قوي، طلبات شفاء، طلبات تحرير، طلبات حرية، طلبات أنا مش عارف فيها إيه ولا إيه، لكن أنا عارف إن أصحابها بيطلبوا صلاة الكنيسة لأنهم يثقوا في صلاة الكنيسة. أنا أثق كمان في صلاة الكنيسة، أثق في الصلاة اللي تطلع بإيمان، أثق في الصلاة اللي بتحرك يد الله وقلب الله. الصلاة بإيمان، الإيمان هو المحرك ليد الله المعجزية. ارفع ايدك معايا قول أمين. أمين، لأن يد الله المعجزية تتحرك بالإيمان. هذا الإيمان يحرك قلب الله، لأن ربنا جاهز يصنع المعجزات، لكن عايز كنيسة مصلية تؤمن. اللي لمسوه نالوا الشفاء، المرأة نزفة الدم جت لمست ود بثوبه، خرج منه قوة شفاء. إيمانك قد شفاكي، إيمانك قد شفاه. وأنا أصلي أنا والكنيسة رب النهاردة إن 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 كل اسم هنا رب وقدامنا موجود في الكنيسة أو موجود على الشاشات رب عايز ياخد شفاء لجسده النهاردة، بحسب إيمانك يكون ليك في اسم الرب يسوع، بحسب إيمانك يكون ليك النهاردة أجساد مشفية في اسم المسيح، بحسب إيمانك يكون ليك جسدك بلا مرض، جسدك بلا مرض باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. شفاءات على الأجساد باسم الرب يسوع، تخرج منك قوة شفاء النهاردة يسوع لأجساد كثيرة، تخرج منك قوة شفاء لنفوس كثيرة، نفوس معذبة بأمراض نفسية باسم الرب يسوع. الشفاءات كمان، حرية لكثيرين يا رب، نصلي من أجل حرية لكثيرين، نصلي من أجل حرية من الاكتئاب، حرية من الإحباط، حرية من الحزن، حرية من الخوف، حرية حرية يا رب، حرية وتحرير من خطايا كثيرين يا رب، مقيدين في قيود بسلاسل، لكن النهاردة باسم الرب يسوع، بسبب انك انت مجيد وحي وموجود في الوسط، النهاردة حرية لكثيرين يا رب في اسم الرب يسوع. اشكرك 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 لانك تستمع وتستجيب، اشكرك 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 لان في معجزات تحصل دلوقتي، اشكرك اشكرك أشكرك أشكرك أشكرك، لأن النهاردة يعلن يسوع المقام الأموات، يسوع المنتصر لركب منحنية كثيرة النهاردة في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع في الساعة دي ركب منحنية كثيرة النهاردة يعلن ليهم يسوع المنتصر المقام الأموات. ليس هناك اسم آخر به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع. هللويا 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 هللويا. أشكرك أشكرك أشكرك، مبارك هو اسمك يا رب. أشكرك لأنك تسمعنا وتستجيبنا حينما ندعوك بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك.
تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا. اغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. قبل ما أختم بالبركة الرسولية حفظتوا الآية تيموساوس الثانية 2:8 تيموساوس الثانية 2 اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود حسب إنجيلي. تيموساوس الثانية 2 روح اكتبها 2:8 أمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا مخلصنا يسوع المسيح محبة الله الآب شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد. وكل شعب الرب يقول أمين.